ودي يا واد يا سمبك جماية، وديها لخالتك ام فلافيلو، ما تلعبش مع اصحابك في الشارع عشان الفلوس ممكن تضيع منك. حاضر يا مام، ما تخافيش عليا وانا صغير. ماشي يا سمب، ما تتكلمش تقول اللي انت رايح تودي جمعية ولا حاجة، الا الحرامية يسمعوك ويسرقوا منك الفلوس يا حبيبي. يوه خلاص بقى يا مام، انا ما بقتش صغير للكلام ده. اما شوفي يا سمب، يلا ما تتأخر. حاضر يا مام. ايوه يا سمب، بتنده في حاجة ولا ايه؟ تعالى معايا يا اردود. رايح فين يا سمب؟ بس انا رايح اودي الجمعية بتاعتنا 1000 جنيه لخالته ام فلافيلو. ماما قالت لي ما اقولش لحد، مش عايزه اتكلم بقى تاني، مش عايزه تتكلم يا سيمبا. ده انت فضحت الدنيا خالص، ده الناس كلها سمعتك. طب يلا انزل يا اردو. يا نمور يا نمور. ايوه يا سيم، انزل يا نمور. انا عايزني في ايه بس يا سيم؟ تعالى معايا، انا رايحه اودي الجمعيه بتاعت لخالته ام فلافيلو، وما ينفعش اقول لحد تاني يا سيم. ما الناس كلها سمعتك، انا نازل لك اهو كده معايا 2 صحابي، بقى نمشي نهزر ونضحك والوقت يعدي بينا عبال ما اوصل لخالته ام فلافيلو واديها الجمعيه بتاعت. سامع اللي انا سامعه دوت يا مشرط؟ سامع بدومك. طب ايه رايك في الشغلانة البسيطة دي؟ سريعة كده وحتة عين وناخده منه ال1000 جنيه ونروق على حالنا النهاردة. تمام يلا بينا بقى، اما نمشي وراه كده وهو عمال يكلم مع اصحابه. يلا بينا يا صاحبي. وبعدين بقى يا صحاب، وانا بقى لما كنت في البحر المرة اللي فاتت تبعهم ايه؟ كان في واحد كده مش عارف يعوم وانا علمته يعوم. كلم بجد يا سيمبا. طبعا يا اردون. ازاي بس يا سيمبا؟ ده انت ما بتعرفش تعوم. لا ما انا اتعلمت. طب اقول لك على حاجه، لما تيجي معايا المره الجايه هوريك انا بعرف اعوم ازاي. طب كويس يا سيمبا اللي انت اتعلمت السباحه وتعرف تعوم. الفلوس فين؟ يلا يا صاحبي، انت بقى 500 جنيه وانا 500 جنيه. هو يعني كان لازم سيمبا يتكلم ويسمعنا؟ هو السبب، هو اللي عمل كده. يلا بقى كل واحد يجيب له حاجة كده حلويات ويقعد يروق على نفسه. اعمل ايه بس دلوقتي؟ ماما هتزعلي، انا عايز ال1000 جنيه، ال1000 جنيه ماما هتزعلي عليه. طب ايه ده بس يا سيمبا؟ يمكن وقعت منك عند البيتنج. لا انا كنت لسه حاطط ايدي من شوية في جيبي وانا بتكلم، كانت موجودة، انا معرفش راحت فين، انا هتجنن، ماما هتزعلي وبابا هيزعق هو كمان. طب هتعمل ايه دلوقتي يا سم؟ مش عارف اعمل ايه، انا خايف اوي، ماما هتعاقب. طب يلا نروح البيت عشان ما ينفعش تقف تعيط في الشارع كده واحنا مش لاقيينها، وكمان هتتاخر على مامتك. يبقى انت كده ضيعت الفلوس واتاخرت كمان على ماما. عندكوا حق، تفتكروا ماما هتسامحني ولا لا؟ لما نروح بس يا سيمبا، يلا بينا. يا ماما عيني يا ماما، انا عايز اقول لك على حاجه. قولي يا سيمبا، عملت ايه؟ حد ضربك ولا ايه في الشارع؟ لا يا ماما محدش ضرب، بس انا خايف قوي. خايف من ايه يا حبيبي؟ ما تخافش، قولي بس يا حبيب. ماما ايه اللي مزعلك ومخليك تعيط كده؟ بصراحه يا ماما الحراميه شكلهم خدوا مني ال1000 جنيه. خدوا ايه ال1000 جنيه؟ ده انا مش هسيبك النهارده يا ماما. مش انت قلتلي ولا يهمك، ضايع على 1000 جنيه ازاي؟ هجيبها منين انا دلوقتي؟ ده فلوس الجمعيه. اهو التليفون بيرن دلوقتي، زمان خالتك ام فلافيلو، وانا قلت لها ان انا بعت لك الجمعيه. الو يا ام سامب. ايوه يا ام فلافيلو. يا ام سامب قلتلي بعت لك الجمعيه، الجمعيه ما جاتش ليه؟ انا عايزه اقبض الناس. حاضر حاضر، اصل انت ما تعرفيش اللي حصل معانا. ايه اللي حصل معاكي يا ام سامب؟ الواد سيمبا خد ال1000 جنيه وراح يوديها، وشكل مشرط الحرامي وبدومه سرقها منه. وبعدين يا ام سيمبا ما ينفعش الكلام دوت، ربنا معاكي، بس انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا لازم اقبض الجمعية. من حقك يا ام فلافيل، وعندك حق، انا اللي مش عارفه اعمل ايه. طب انا هقفل معاكي يا ام سيمبا، وشوفي دبري حالك وجهزي لي ال1000 جنيه عشان اقبض الناس الجمعيه بتاعتهم. حاضر يا ام فلافيل. سلام يا حبيبي. ينفع كده يا سيمبا؟ انت وقعتني في مشكله كبيره. هجيب الفلوس منين دلوقتي؟ انا عندي فكره يا ماما، احنا نروح لبابا ونقول له يقبض على الحراميه وهم يجيبوا لنا الفلوس. عندك حق، انا هحاول اعمل المحاوله دي، بس يا رب نلحقهم قبل ما يصرفوا الفلوس. الو يا ابو سيمبا. ايوه يا ام سيمبا، دلوقتي سيمبا خد ال1000 جنيه بتاعت الجمعيه وراح يوديها لخالته ام فلافيل واتسرقت منه. انت بتتكلمي ازاي يا ام سيمبا؟ ايوه والله انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، مفيش غير مشرط الحرامي وابو دومه، هم اللي بيسرقوا الفلوس من العيال الصغيره. ده انا لازم اروح اقبض عليهم حالا واجيب الفلوس دي. افتحوا الباب. يا خبر يا خبر، ده شكل ابو سيمبا يا مشرط. ايوه يا ابو دومه هيقبض علينا، ده احنا سرقنا من ابنه ال1000 جنيه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول له ما شفناش؟ قلنا فين الفلوس اللي انتوا خدتوها من سيمبا يا ابني؟ احنا ما خدناش
فيهاش حاجه. لا انتوا اللي خدتوا الفلوس. والكاميرا في الشارع جابتكم كاميرا؟ هو في كاميرات في الحته دي كمان؟ الشوارع كلها كاميرات يا حراميه. طلعوا الفلوس اللي خدتوها. طب انا اقول لك على حاجه ابو سيمبا وسماح، حاجتين خلاص وانتهوا. اصل احنا كل واحد فينا صرف مبلغ من الفلوس بتاعه. صرفته كام يعني؟ صرفنا من الالف جنيه كده 250. مسامحنا؟ لا طبعا انا مش هسامحك، انت هتروح على السجن وامر الله انا هكمل الفلوس دي وانتوا هتاخدوا جزاءكم. سامحنا ابو سيمبا. يلا يا حراميه بتاخدوا فلوس مش بتاعتكم ليه؟ عقابكم السجن دلوقتي. شفت يا مشرد؟ شوف يا ريتنا ما عملنا كده، ما كنا نشتغل احسن. انت اللي بتدور على السرقه، اديك دمرتنا ودمرت نفسك. حاضر حاضر يا ابو سيمبا. هي يا ابو سيمبا لقيت الحراميه وجبت منهم الفلوس؟ اه لقيتها يا ام سيمبا، بس ناقصين 250 جنيه. مش اشكال، هدبر امر من المصروف بتاع البيت واحط 250 ويبقى جمعنا ال 1000. اه التليفون بيرد تاني زمان يا ام فلافيل. ايوه ام فلافيل. حاضر يا حبيبتي 10 دقايق وانا هجيب لك الجمعيه بنفسي. يلا مع السلامه انا مستنياك. حاضر يا حبيبتي مع السلامه. اما اروح اودي الجمعيه امرنا لله. شفتي يا سيمبا عملت فينا ايه؟ انا اسف يا مومو، مش هعمل كده تاني صدقيني. انا نادعت على اصحابي وقلت لهم ان انا معايا فلوس جمعيه، واكيد الحراميه سمعوني واخدوا مني الفلوس. ماشي يا سيمبا، بس اوعى تعمل كده تاني. لما اقول لك روح ودي الجمعيه لخالتك ام فلافيلو تسمع الكلام وتروح توديها من كل الكلام، ما تتكلمش مع حد ابدا. عندك حق يا مام، سامحيني المره دي. ماشي يا حبيبي. يلا يا اصحابي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك والاشتراك. مع السلامه يا حلوين، اسمعوا كلام ماما كويس. باي باي.